يشوف الأستاذ الصرخي يكشف حقيقة الضباع، عمائم السوء، المنتهكين لكرامة الموتى بكورونا في العراق وإيران، إذ يقول إلى الشباب: الدين، الأخلاق، تحرير العقول، كورونا بيت التخلف والنفاق، ينتهك حرمة الأموات، سيحكى أن الشخص المتوفى بكوفيد 19 يبقى حاملا للفيروس لفترة قصيرة، لساعات أو بضعة أيام لا أكثر، ولا يخفى على أحد أن الميت يفقد قدرته على العدوى بالعطاس والسعال ونحوه. كما تقوم كوادر تجهيز الموتى بواجباتها مع ضحايا كورونا بما يحفظ عادة كرامة الميت وذويه بحسب دياناتهم ومعتقدهم في الحرب أو الدفن في المعبد أو الكنيسة أو المسجد أو غير ذلك. إذن لماذا الانتهاك الصارخ لحرمة وكرامة أموات كورونا في العراق ومن ورائها إيران؟ لماذا يمنع إدخال الجنائز لمراقد الأولياء؟ لماذا تمنع الجنازة من دخول المدن المقدسة وتمنع من الدفن في مقابرها؟ الجواب بكل وضوح يرجع إلى النفاق الديني والرئاسة وحب الدنيا والخوف من الموت. إنهم الضباع، عمائم السوء، المتاجرون بمعاناة ومآسي دماء وأرواح المظلومين. الصرخي الحسنيه.